السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ معكم طه جيم تراك، واليوم رجعنا لكم بشرح جديد للعبة ماجيك ماجيك تيب أو ماجيك أو ماجيك تي أو ما أدري. اللعبة هي قديمة بس أنا حصلت آخر تحديث منها اللي هو 1/3/2014، هذا آخر تحديث نزلوه للشركة. أظن اللعبة هذه أظن ما عاد ينزلوا بعده، خلاص اكتفوا، اللعبة قديمة صارت. فآخر تحديث حصلته اللي هو 1/3/2014، فحجم اللعبة مو مرة عالي عشان على جميع الأجهزة. حجم اللعبة 273 ميجا بايت، مرة خفيفة تشغل على جميع الأجهزة. بعد ما خلصت تحميل من التورنت يعني يجيك ملف ذا وشغل السيت اب، واضح معاكم مكتوب هنا السيت اب، يعني أكيد سيت اب مش كده. ف يعني لعبة أنا أظن إني قد جربتها قبل برا، ما أدري والله ناسي يعني. ما علينا، خلينا نشوف. اوكي لسه ده مش اوكي، اشتغل معنا لسه ده اشتغل. ايوه انجليزي يا بابا، ايش كده؟ اوكي اضغط على اول واحد، شفتوا كيف اضغط على اول خيار وما جاني شيء الا والله جاني، اوه جاني سيت اب. اوكي كويس، ف يعني تضغط نكس، هذه هي نكس. ما ادري ليش كذا مسوينا مخربين اللعبه، فاضغط على هذه الكلمه هي اظن هي نكس، وحدد مكان تثبيت اللعبة اللي هو هنا. لا شوف، ملاحظ الماوس حقي فين؟ هنا. حدد مكان تثبيت اللعبة، لازم احدد اوكي. خلص التحميل وارجع لكم. اوكي رجعنا لكم. طلعت لي هذه الصفحة، ف سوي نيكست، خلي زي ما هي وسوي نيكست. يعني فشكل البرنامج ذا مهم لذلك حطوا لي اياه، فبس خلص تحميل البرنامج ذا وبرجع. اوكي رجعنا لكم. كومبليت، خلص ما طول معي، فسوينا فينش. اوكي ما خلص البرامج. اللعبة هذه تذكرني بايش كمان يا بابا؟ ذكرني بلعبة الأرض، وحط هذه برضه. أوكي نيكست. طيب خلينا إيش كنا نتكلم، إنه ما حطول. فتكلم أقول لعبة تشبه تيراريا، مين يعرف لعبة تيراريا؟ أكيد معروفة اللعبة هذه، قريبة برضو من ماينكرافت. أقول لهم قريبين من بعض. تيراريا أول سويت لها شرح، والماينكرافت برضو سويت لها شرح كيف تحملها. فأسوي فينش، خلاص كفي كفي. اوكي لسه هذا برنامج دي. لا انا البرنامج ده عندي يعني، سوي دونت. اوكي فشكله خلص معاي، فنضغط هنا اظن نخلص فنش. انتبهت معي على الشرح انه ما كان في كلمات، كان كيس تعجب تعجب تعجب، عادي يستهبل علي اذا اخذت من الموقع. فيعني الموقع سليم ما تخافوا، اكيد اللعبه شغاله 100%. فانا يعني بجربها الان، لو ما اشتغلت اكيد ما حرفع على الفيديو. فيعني ما ينفع تنسى اللايك والاشتراك. معكم طه جيم كراك، اكملكم الفيديو الثاني ان شاء الله. اوه لحظه لحظه، نسيت حاجه مره مهمه. سويت انا حساب تويتر، من اول مره في حياتي اسوي الحساب ده، يعني ما قد جربت تويتر ابدا. فيعني سويت الحساب و انا قلت تابعوني، انا حطيت الرابط في الديسكربشن، وبينك قاعد يسال لايك والاشتراك تابعني على تويتر وما ادري متحمس عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.